ولا من يدار. الى الزرقاء ان شاء الله يا ربي. و ايوا خوتي هاد الايام د العيد يعني الانسان يخرج يتمتع وعاود يرجع للخدمه ديالو والحياه اليوميه. نرتاحوا شويه خوتي، نتوما عارفين الاخر د رمضان داز علينا، جري عليا نجري عليك. تحياتي لكم، هانتم مع الفيديو يعجبكم اكيد غادي يعجبكم. المهم جبرتونا خوتي وصلنا لتطوان، غادي نشارك معاكم شويه ديال الطريق وشويه. المهم بالله ما نوصلو تطوان، الحمامه البيضاء فالوما بلانكا. الزرقاء جبت الشورت عمان، والله الا ما كرهناش نعومو. ايوا اخوتي غادي نشارك معكم الطريق من هذه الدخله ديال الزرقاء. المهم حنايا الصراحه اول مره كنمشيو ليله، يعني ما عندك فيت تلف، جبرنا ديك بلاكا يعني كتقول لك هي هذه الطريق ديال الزرقاء، تبعناها بقينا ماشيين معاها. المهم حتى وصلنا يعني ما كايناش شي بلاصه اللي غادي تقدر تتلف فيها اكثريه. واذا شاهدتوا هذا الفيديو هانتوما عن الزرقاء وعاملين لك السهم يعني تباع ديك الطريق هذيك. احنا بقينا غير تابعين، كنجبروا بلايك وتابعينهم حتى خرجنا فيها، يعني ماشي شي بلاصه اللي غادي تلاف ولا شي حاجه، كلشي معروف. انا يدخلنا خلينا الطريق ودخلنا في الدخله، لكن هي هي. المهم انا شاركت معكم الطريق، غادي نوري لكم حتى اللي عمره ما مشى غادي يعرف الطريق ديال الزرقاء وفي نفس الوقت يستمتع معايا بالمناظر الغزاله الخضوره اخوتي. وخا شويه الدنيا بدات كتيبس اخوتي، الله يرحمنا بالشتيوه يا ربي، ولكن بقى شويه الدنيا خضره. كنتمنوا طيح الشتا حيت باقي محتاجين للشتا وكل شيء يبس، غير الله يرحمنا وصافي قد ننفع يا ربي الحبيب. صراحه الدنيا جبرناها تما في الزرقاء عامره عامره عامره. الطريق اخوتي ما فيها شي تماره ولا يعني فيها الحفار، الطريق مزيانه نتوما كتشوفوا يعني حتى الزرقاء كامله معدله، ما كاينش شي طريق صعيبه بحال المره اخرى مشينا كنا لسد سمير وجبرنا العقابي وجبرنا الحفاري وتكرفصنا في الطريق اخوتي بزاف. ولكن الطريق ديال عين الزرقاء الطريق صراحه مزيونه، طريق معدله ومزيانه، يعني ما كاينش شي تماره في الطريق ولا شي تضاريس اللي هي صعيبه، التضاريس مزيانه كما كتشوفوا. والقصب اخوتي القصب موجودين هنا. ايوا شنو كاين بزاف ديال فيراجات، كاين منعرجات بزاف وقنطره وقنطره. ممنوع الدوبل، ممنوع الدوبلاج. ولا كان شي واحد يعني على قدو كيمشي غير بشويه تبعو غير بشويه ما تضوبلش الصراحه. والله الا كان شي مره زعما كنغامرو، والله الا كنغامرو كنضوبلو كنحضيو الغفله ونضوبلو. ايوا هنايا اخوتي شوفوا الجامع، هادي الجامع ديال العين الزرقاء قريبه، قربنا هنايا ما كانش شي مسافه بعيده بزاف. هذه هي الطريق د عين الزرقاء، يعني ملي كتدخل كتخرج هيدا من واحد الخريجه على تطوان هيدا كتلقى طلعه د عين الزرقاء، يعني ما كتبعدش على تطوان بزاف قريبه. وواحد المكان يعني ما شاء الله عليه جاب مزيون. انا نزلت الفيديو اللي قبل من هذا،
لا نزلت واحد اخر ديال الشاون، ولكن الفيديو اللي قبل الشاون يعني مكتوبه في عين الزرقاء، يعني شاركت معاكم شنو عملنا تما وكل شيء. وبقى لي هذا الفيديو صورته غير في الطريق هيدا وحنا ماجين، وقلت علاش لا ما ننزلوش للمتابعين ديالنا اللي بغى يتعرف على الطريق د عين الزرقاء، يعني كيف عامده وشنو كيان، وياخذ واحد الفكره علاش لا، حيت عين الزرقاء يعني كيمشيو لها الزوار بزاف وكتكون عامره وكلشي كيبغيها، يعني غادي يعرفوا يبغيو الناس يعرفوا يعني الطريق ديالها وداكشي. وجاتني هاد الفكره انني ننزل هاد الفيديو، صراحه ما صورته غير يعني ناخذ شي لقطات، وملي شفت راسي قلت خليه نكملو يعني غير شي 8 دقائق ولا 9 دقائق نزلو في القناه، يعني ما غادي يوقع والو. مهم شوفوا الطريق كامل فيراجات، ها تطوان مي كتبان، شتو تطوان يعني ماشي بعيده، يعني كتبان ماشي شي بعد بزاف، ولكن انا حمقتني عين الزرقاء الصراحه. كتحس بواحد الراحه وواحد البروده مزيونه، رغم ان كانت واحد القيله القيله هاد النهار هذا، واحد القيله كبيره، ولكن ملي وصلنا الصراحه لقينا تما يعني الدنيا عامره ميمان وبروده، ويعني واحد المنظر غزال، والناس كتعوم بحال لي شهر 7 ولا شهر 8، والدنيا لقيناها عامره عامره بزاف، كلشي كلشي يعني مع الايام ديال العيد الناس كتكون يعني عندها عطله ديال الاولاد، وكتبغي انها تفوج على قلبها شويه وتخرج يعني تطير القنط، يعني كتكون عامره في الاعياد. ومهم في الايام ديال الربيع كلشي كيبغي يمشي، وحتى في الصيف يعني كاين الناس اللي كيبغيو يمشيو للبلايص بحال هادو. هنا قربنا يعني ماشي شي مسافه كبيره، يعني ملي بديت التصوير ما وقفتش التصوير حتى وصلنا، يعني ماشي شي مسافه بعيده، ملي بديت التصوير يعني من الطلعه. شفتو الطريق كاملة يعني معدلة، دابا حتى أنا خوتي كنتفرج معاكم، حتى أنا كنكتشف، وحيت سبحان الله ملي كنكون كنصور يعني ما كنردش البال بزاف في الطريق، كنكون كنصور هذه المشكلة، يعني الإنسان اللي كيكون كيصور ما كيستمتعش بزاف، ماشي بحال الانسان اللي كيكون ما كيصورش كيكون كيشوف شنو كاين، ولكن ويلا كنتي كتصور بالتليفون يعني غادي تبقى ترد البال مع التليفون وداكشي، ما كتستمتعش بالحياه بزاف. فلهذا الانسان الله هاد التصوير هذا ما صالحش. يعني دابا عاد كنتفرج انا معاكم شنو كان كاين، يعني كاع ما كنرد البال مزيان بحالي بحالكم، ولكن مناظر غزاله الصراحه، يعني عجبني انا هادشي، هذا كيعجبني اصلا، الطبيعه كتعجبني، ومناظر هيدا واعره واعره، وداكشي طبيعي والريحه خوتي. دابا تخيل غادي تنوض في الصباح وغادي تلقى راسك ساكن هيدا، وتنوض كتشم الهواء نقي، و يعني واحد الريحه ديال الطبيعه كتكون خاصه، ما شاء الله على منظرات الورود، الورود الزهور والورود. والاشياء الطبيعيه، يا سلام، شوفوا شوفوا، سيبوا عينكم لتحت وشوفوا على منظار الخضوره، واو هاد الناس سعداتهم سعداتهم، الراحه النفسيه ها هي اخوتي عين الزرقاء، ها هي من الفوق، واو شتو في ديك الباراسونات كاملين تلت ما كيوصلوا الناس كيجلسوا، يعني في ما بغيتي تجلس كتبقى غير ماشيه، وانت كتجبر الويدان والناس جالسين والقهاوي والمطاعم، يعني اش غادي نقول لكم، شنو واحد الحاجه اللي كنا حنايا يعني ما جبرناش يا اخوتي الاكل، يعني جبرنا الماكلات سالات، اللي كنمشيو عنده كنلقاو عنده غير الطاجين ديال الشرميله ديال لاصوص بالكفته، صافي هي اللي لقينا، ما كاينش يعني صراحه خصهم يبداو يعملوا الطواجن بزاف وينوعوا،
ما يعني ما الاكل يعني شويه ما كنلقاوش. شحال لقيناها عامره سكت هذا والله الا لقيناها عامره. المهم اخوتي جبرتونا حنايا وصلنا صراحه في العشيه كنا خارجين لقيناها تبارك الله الدنيا عامره. انتم الصوره كتعبر ليكم يعني كيجيو لنا الناس بزاف سياحه المكان يعني كلشي كيجي ليهم الصراحه عجبتني تبارك الله. مع اللوم الحراره كلشي جا العين الزرقاء ولكن عمره عمره ما عرفتش في غادي نوقفوا الطوموبيل ما بقاش يفتش انا على ما ناكل ما كاينش فيتوقف ضروري كيجينا الجوع وقت ناكلو العيد خصهم ياكلو الدنيا عامره بزاف يعني وكتاكل واحد الحاجه ما باغيهاش راه ماشي بحال اللي كتاكل شي حاجه باغيها وانت في شي بلاصه مزيونه بالعكس. المهم اخوتي اذا عجبكم الفيديو اللي نزلت لكم اليوم ما تنساونيش ملي لايكات ديالكم والتعاليق ديالكم فنيونا وكنحماق عليكم كنتي لكم. شكرا على المتابعه جزاكم كل خير ربي يخليكم عندي الناس اللي كتعجبني الناس اللي كتدعمني واخا بلايك واحد لايك كما قالت اميره ديك النهار قالت لكم علاش ما كتعملوا شي لايك علاش كتعملوا شي لايك عملوا لايك ضحكتني الله اذا واحد لي شوف قالت لكم عملوا لايك قالت اي ما كتعصبوني. المهم اخوتي هنايا طلعنا نزلنا الطوموبيل مجبرنا فين باركارو تما تحت دخلنا هنا واحد باركي صغيور اوكي جبرنا عامر عاد خرج واحد السيد ونزلنا هاد الماء. المهم دوزنا نهار كي حمق وغزال قايدة قايدة ما جبرناش فين نوقفو الطوموبيل نخليوها غير هنايا ولا هذيك يعيطو لنا نحيدوها.